احنا شباب وشابات، ما نقولوش احنا شبنا في العقود هذه او اللي خرفينا في عمره 45 ولا قداه، رانا عندنا اولاد، عندنا بيوت مسؤولين عليها، احنا ندو في 815 100 هذا راتب ولا منحه، من غير المعقول انه 815 100 تربي نربوا بها عيله كامله. نحن فئه عقود ما قبل الشغير والشبكه الاجتماعيه الاحرار في وقفه احتجاجيه ثانيه أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للمطالبة أو للتنديد بسياسة الحجرة والتهميش التي تعاني منها هذه الفئة، فئة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وكذلك للمطالبة بحقوقنا المشروعة بالإدماج في مناصب عمل دائمة. الوقفة هذه الحشود جاءت بعد الوقفة الأولى اللي قمنا بها في يوم 2 سبتمبر 2019، وبعد الرد الباهت اللي كان من الوزير ما درنا حتى رد، قمنا بوقفة ثانية، وقفة الكرامة رقم 2، اللي باه نطالبوا هذا الوزير أولا وقبل كل شيء يقدم لنا الاعتذار لما درناش ولا اعتبار عمال عقود ما قبل التشغيل سواء شبكة ولا أنام ولا أداس، ما درنا حتى اعتبار.